الأردن الأوروبية مرشح من جاي تبع مؤسسة ميديا توجه للشباب الإعلاميين والمعلمين. أنا شايف إن أجواء المؤتمر جميلة جدا، مليانة بالحماس ما بين الشباب، في أفكار جديدة كتير جدا عندهم أفكار عايزين يشاركوا بيها. احنا سو اكسايتد للمؤتمر ان شاء الله، نتمنى ان احنا نرسم صوره حلوه للمجتمع الدولي عن مصر ونرجع سياحه المصريين.